اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله. سلام البنات، عدت والعود احمد، وان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. بزاف يا رزة الله يا رزة الله، والله غير ظروف ومشاغل ومرض وتعب وسهر ليالي بيبي صغير. مي راني طليت عليكم كيما العاده فيديو واش كاين حطيت وخلاص. المهم حبيت نطل عليكم وخلاص، جبت لكم شويه تحذيرات سابقه قبل الولاده باشهر، اللي واش كنت نحضر واش كنت ندير. مثلا كيما هذو لي بوكس بورت كوش، ولا البوكس تاع الكوسميتيك، البوكس تاع القرع لي بيبرون، السنتر تاع قش البيبي، هذو كامل كنت كومونديتهم من عام تام سلسبيل اللي هي تخدم فوركس. شوفوا لقيت مرة فات في الفيديو قلت لي روزا نفس الاسماء ديما تكوموندي له. صراحة انا مع المرض والعمل والدار وبرا راني ما نلحقش، سما نكوموندي عن نفس الاشخاص اللي نعرفهم لانه يديروا لي التوصيل، يحطوا لي الحوايج في محلي، نعرف خدمتهم، عندي ثقة فيهم. مثلا كيما صام سلسبيل نقولها وجدي لي هذا وهذا وهذا، حطيهم لي في المحل واسلكي من محلي ويعطيك الصحة. سمع عليها ما نشتيش نتعامل مع ناس ولا مع صفحات جديدة، هذا هو السبب. هذا ما كان ببساطة لانه مانيش نخرج بزاف ونتلاقاهم وقالنا نتشاوروا ونتفاهموا، كل شيء بالتليفون، تلقاوني كل شيء بماسنجر. ايضا نعد لكم مشترياتي محل ام لوجين. هذا شوفوا اللي قلت لكم شريته من محل ام لوجين، حوست عليهم هما خرجوا عندهم مده ما لقيتهمش، قالوا لي كاين في الشارع، جيت من هي جيت الديكور منا. المهم هكذا محل معين عنده ما عرفتش. دوكا كي جابتهم ام لوجين في محلها شريتهم عليها، يتكسل حتى 400 طرات مرمومو. راح نركبو في الحيط هنا ومقدرش نصور لكم بيد واحدة. المهم هاو يولي هكذا بيسك البورت بالكون هذا تابع لشومبر سرازان، مفرشتو لها بالغازون بيسك يلعبو فيه الألعاب. المهم مفرشتو ديما، ومام الغازون مانيش مركبتو ولا مكوليتو، سما مدايرتو نقدر نحي عادي، ننفضو نغسلو نسيق تحتو عادي. ودوكا شريتو هذي راح نركبها هنا في الحيط هذا. دوكا نروحو للكواليس اكل النفس. بزاف سقسيتوني روزا بما انك سيزارية، نحكي لنا واش راكي تاكلي واش ما راكيش تاكلي. شوفوا هو من الاول، مثلا هذه اول صينيه كليتها بعد ما خرجت من الكلينيك اليوم الثالث، يعني كان دايرتها لي عجوز يعطيها الصحه. راني طايحه، كنت الاسبوع الاول طايحه غير بويون ودوك شوي سلطه وتيزانة فقط، حتى اللحوم والكفته الحوايج هذو مانيش ناكل فيهم. الايام الاولى نهضر في الاسبوع الاول ما كليت والو، ما نكذبش عليكم، خفت يدير لي بعيد شريط ربطو مصوري، خفت ننظر، خفت ملي غاز، خفت من حوايج بزاف، ما حبيتش نقدم لوالو. هذه الاكل يعني. شوفوا هذه اول هديه وصلت للرائد، للامير الرائد، هذه وصلت من عند عبدو. هذا ماشي الكادو تاعها، الكادو تاعها يعني الكادو تاعها كان حاجه اخرى، لكن هذه جابتها لك شغل منين روحنا من الكلينيك، جات مباشره من الخدمه تجري. قالت لك شاتيه شوف رائد، قالت لي تغلبت هذه في طريقي جبتها له وخلاص. المهم جات تهبل كيلبسها هنا. نزيد نرجع لكم للتحضيرات، مقاطع فيديو راهم عشوائيه لانه والله ماني قادره ننظم لي فيديو وندير لكم مونتاج مليح، سما راني ندير لكم. المهم طلعوا وخلاص. هذا سقسيتوني عليه بزاف 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 في الجروب تاعنا، بين فيسبوك ولا ما بيش بين في ستوري ولا، المهم بزاف لقيت الكابتير تاعو. هذا الدوح وين خدمتيه؟ شوفوا هذا الدوح انا كومونديتو، درتو قصير قد سريري باش يوالمني، باش يكون البيبي قريب ليا. السيبور تاع الدوح خدمتو لي سان سيسيبيل سميه، خليكم رقمها في صندوق الوصف. اللي من فوق لوندو كيما نقولوا هذا تاع الخيوط المصفور، هذا ماهوش كروشي، نسيت اسم الماتير هذه. المهم درتو لي اكسسوار الياقوت، لاباج تاعها في الانستغرام اكسسوار الياقوت، هذه هي لاباج تاعها. ما على باليش اذا تخدموا الناس ولا ما تخدموش، هي قالت لي تعبني بزاف بزاف الخدمه، ما على باليش اذا حد زيد تخدم منه ولا ما تخدمش. المهم اللي مهتمه تيراسلوها لاباج تاعها فيسبوك اكسسوار الياقوت، كومونديتو من عندها. شوفوا تفرشوا عادي بماطله صغيره ولا بساطات ولا، المهم شوفوا دبر راسكم. السيبور هنا درتو في الحطب ماشي في الفوركس باش يكون سوليد، يعني حاجه مليحه. ودرتو على ستيل دوح، فهمت يعني سانسا سيبين، قلت اديروه لي ستيل دوح باش كي نحطو قدامي سري كي يبكي الطفل ولا ينعزز ولا يتحرك، نحرك به الدوح بركي يسكت، يعني سما يكون مناسب عملي. هاكم كيما راكم تشوف فيه، هاني نحرك فيه باش تبان لكم كيفاش يدوح مليح. عجبني يعني عن التجربة، يعني ميم دوكا كي راني رحت لدارنا جبتو معايا هايل، عجبني بزاف بزاف. هنا ايضا واش سقسيتوني، قلتوا لي شكرتي طبيبه الاطفال في الكلينيك بابور وما عطيتيناش اسمها ورقمها. فهذه هي الطبيبه اللي كانت تعقب على الاولاد، قصاص فاطمه. هنا ثاني جبت لكم مقتطفات من عيد ميلاد زوجي. عيد ميلاد زوجي كان وانا نابصه طبعا، ما حضرت والو غير الكادوات تاعو، كنت شريتهم مخبيتهم. كومونديت تارته مميزه من عند رشا، من عند
دوك خليكم لاباج تاعها رشا، احنا كاين اللي يقولها رشا كاين اللي يقولها رشا فيسبوك. المهم ما كاينش ما يعرفش رشا الطيوبه الاموره المبدعه فنانه يعني في مجالها، سواء في ليتار سواء في خدمتها سواء في كل شيء، هي على بعضها هكذا قاعده نسمه تمشي. رشا يعني ما شاء الله عليها في التعامل، اللي يعرفوها كامل ما على بالهم برشا وعقليتها. المهم كومونديت عليها هاد لاتارت وقعدت تقول لي واش ندير لك في الحشو، واش تحوسي قارص شوكولا، قولي لي واش حابه، قالت لي باش نعرف واش تاكلي واش ما تاكلوش. قلت لها دبر راسك الحشو، المهم دير لي حاجه ابدعي فيها وخلاص، نهتم بالذوق. الشكل ابدعت كما راكم تشوفوا، الذوق اللي كان بالنسبه لي خرافي. ما فهمتش اصلا الحشو وشني، مانيش مالفه ما نفهمش، مالفه كي نذوق نحلل نفسر نلقاها. المره هذه ما لقيتش حتى الحشو وش فيه، كان بنين بزاف بزاف بزاف، خرجت هذه كيما حبيت بالضبط، يعني خدمه بروفيسيونيل. شوفوا كيفاش خرجت، هذا شكلنا ذوقا ولا من داخل دوك تشوفوها. الجودرت اللي تاع السيترون كانت فيها ذوق اناناس، شوفوا واش عرفت، عرفت الاناناس عرفت السيترون، وكاين واحد الحبيبات اللي ما فهمتهمش واش هما، دوك خليهمكم اللي على بالها اصحاب الميتي غير تحلبنا شويه، ولا رشا ولا راشده غير عطينا شويه اسرار، خلينا نتعلموا منك سينو فتحينا الدوره على الحشوات هذوا. شوف هاو الحشو كان بنين بزاف بزاف بزاف، فوق يعني فوق الخيال، عجبني انا مميز. هادو الحبيبات اللي ما فهمتهمش واشني هما بالضبط، اللي على بالها بالضبط الحشو هذا واش فيه تشرح لنا في التعليقات، تخلينا نتعلموا من بعضنا. المهم يعطيك الصحه راجده، حمرتي لي وجهي وخرجت كيما حبيت شكل وذوق. هذا ما درت حاجه بسيطه، سهره برك مع الاولاد برك وانا نفسها تعبانه كذا، واش لحقني ربي. دوكا نرجعوا للاكل كيما هنا في الصينيه هذه، واش ماكليتش ماكليتش التشينا والفراز، لانه يقولوا لي ديروا لي غاز دوك ماكليتهمش، كليت غير البيون والتيزان هذو في الايام الاولى. معنا قلت لكم عندي مشكل في ظهري، سما حتى السرير العادي ما قدرتش نرقد عليه، حتى اضطريت جبت سرير كيما تاع الكلينيك اللي طلعوا يهبطوا في الظهر، باش شوي قدرت نرقد في الليل وقدر شويه يتكالما ظهري. سينو ابارسا الايام الاولى صعبه جدا، زياده القيصريه يعني راهي من اصعب العمليات. هنا نظن بعد مرور اسبوع بديت شوي نذوق، هنا كانت مرت سيلفي دارت لي المشوشه، هذه المشوشه حنا نديروها للنفس، تجي تستخدم غير بالبيض، سماك شغل مفيده جدا ونديروها للنفس، يعني النفس اللي مزيده طبيعي. انا من عندي نقولها كولي ما تنقيش طول وراك، غذي روحك وغذي البيبي. بصح صحاب العمليه ما عندو ما داكم، هذو كيما ثاني سفنج دارت لي جوست يهبل يهبل. صحاب العمليات راعي وحذروا، ما تلعبوش برواحكم، الاكل راهو صعب جدا من الايام الاولى، قادرين يتربطوا مصوركم، قادرين بعيد شر لي غاز تصرالكم مشاكل. المهم ما تقدموش كرشكم كانت مفتوحه، لازمكم تسيسوا روحكم حتى تعدلوا. كما انا الخبز والمطلوع اول مره نذوق نظن بعد 10 ايام قدقت، باش ذقت حاجه خفيفه هكذاك شغل زوج قطمات فقط، هذه هي نصيحتي. العجائن ما تقدموش والباقي كلو قيس قيس، يعني هي اللي ما تسخفش تصبر خير. الاسبوع الاول عقبو بويون وتيزانات، ومن بعد انطلقوا على الاقل هكذا تضمنوا باللي ما يشرح تكون حتى مضاعفه، لانه العمليه راهي صعبه جدا جدا، وبالنسبه ليا كانت اصعب من العادي، لانه انا راهي العمليه الثالثه على التوالي. كيما هذا هنا الكاسي وذوك انا ما ذقتهمش نهائي، بيض عرب ثاني كيما تحطوا لي ماما كيما نهز هنا، ماما راهي تهاوش في المقطع هذا، تحط لك تحط لك ما تاكلي والو ما تذوقي والو، كيما نحطها كيما نهزها. المهم كنت تعرف الام كواليس العشاء بعثتوا لي سلفتي مسكينه ماغريك خدامه نهار كامل، وزيت روحت ودارت العشاء وبعثت لي كثر خيرها، نقلبها لها ان شاء الله في الافراح. ربيكم مازلت ما بديتش ناكل الاكل هذا، كان يهز ليا غير بالبيوم، بصح اليوم شهاني الريحة راهي واش نقول لكم ما شاء الله. شوف شوف لازان تعمل هذا داي، شكون جابهم؟ اما عمتو اما عمتو اما عمي بيتزا. شوفوا بيتزا ثاني اليوم ناكل، اليوم خلاص اليوم نبدا ناكل، نحي الخبز برك باش ما نذوق البريوش لان ثاني باني شهي، اليوم نذوق الروز نذوق ميني بيتزا. ها استنى يا رزان تاع عمتو، شكون عطاونا؟ شوفي عمتو واش عطاتنا هما عشاوة تاع عمتو. شوفوا الريحة ما شاء الله يعني تنفنف، لا لا لازم نذوق منهم كل شوي شوي، خلاص بزاف سمانة كومبلي وانا غير مع البويون والتيزانة، البويون والتيزانة البويون والتيزانة سي بون بزاف.
المهم كثر خيرهم. هذه هي اللي يقول لك كيفاش يقولوا فين في ياسين عرف حبيبي وناسي ولا ما فيش كيفاش واحد مثل هكذا. هذا الشير في عصير طبيعي كثر خيرها. هنا ايضا البغرير، هنا ذو نقطة ضعفي، شوفي هما زوج حوايج نقطة ضعفي. العشاء تاع سلفتي كي جبت الريحة هكذاك تشهي ثم خلاص نسيت البويون ونسيت التيزانة قدمت ليه، والغريب ثاني نشتيه كليته مرتين. كانت بعثتو لنا كانت بعثتو لي مدربة راه في الصف اللي كانت تدرب معنا في الأكاديمية يعطيها الصحة نجوى، كان بنين يهبل وزاد بعثتو لي هذا، بعثتو لي مرت سلفي تاع نجوى ما معلبيش ما صورتش ولا ما لقيتش المقطع يعني. المهم كنت حطيتو يعني في ستوري لكن التصويرة راحت لي. هذا تاع مرسل سيلفي ثاني كليت منو دوك حبه وحده البنات يعني. الحله هذه تاع الورود الجميله شوفوا البلاش تاعها كيفاش باهيه كيفاش كي تهبل. هذه وصلتني البارح في لاصال في عرس ابني، وصلتني من عند الغاليه نهله تي في صافي بليزير. شوفوا واش جاتني جيس هكذا كيوت ما تيماجينيش فرحت بها. هي ما قدرتش تحضر بيس كانت في العاصمه ما كانتش في العلمه، مي بعثت مع البريش فرود ولا المهم بعثت لي الكادو حتى لاصال حتى نجيب لي زوجي. قال لي هاكي هذو راهو جابهم واحد ليفرور راهو قال لك من عند نهلة تي في بعث لي لاكام وكادو ثاني كادويت منه. المهم يعطيها الصحة بزاف بزاف وجست كيوت من بنت مدينتي بالتوفيق ليها في مشاريعها في محلها جديد عندها افتتاح في العلمة. يعني دارت حركة مليحة انه الافتتاح تاعها الاول فتحت في مدينتها وين كبرت وين قرات وين هذاك سما حاجة مليحة بزاف بزاف بالتوفيق نهلة تي في من نجاح لنجاح لنجاح يعطيك الصحة بزاف بزاف على الورد وعلى الكادو. شوفوا الورد هذا بدا يذبين نزربنا نقضوا نحطه في البوكي قبل نتمتع بالمنظر تاعو قبل ما يروح. شوف لا غنمشي هين عليا نفتحو عجبني لمبالاج يهبل. دوكا نقول لكم وراني دوكا اول رمضان لي في بيت اهلي بعد 8 سنين ولا 7 سنين غياب. ملي تزوجت ما رمضنت في دارنا اول مره، شعور رائع يعني توحشت الكواليس الجو تاع دارنا تاع رمضان. وما تقولي ليش صورينا الكواليس لا ديريتنا يوميات مع اميشت في المطبخ ومرت خوك واختك، لانه راني نقعد غير بوليتيك هما يخدموا في الكوزينه وانا نشيخ وانا نضحك وندير لومبيونس مجمعين حتى ني اذنت تحط الطابله. وهذو الصور ولا غير جبتهم من عند اختي يعني من امنيه من انستغرام لانه يعني مانيش نصور نهائيا. دوك خليكم معاك نروحوا كما قلت لكم شوي كواليس بوتيك روزا المحلي اللي هو في العلمه في حي بلعلا في طريق جدر الكارتي اللي ورا بازار ببوستار بالضبط. جبنا لكم سلعه العيد شوفوا جبنا الرخاص وجبنا الغاليين نسمع ماشي الغاليين لكن اللي فيهم خدمه اكثر ولا فيهم حرج اكثر ولا اللي المهم. عدنا روبيت عدنا جلابات ب250 ماشيين بقوة راهم كل كمية تتحط راهي تتهز. 250 جلابات روعة كريب تاع الترك اغسل وقلب مناسبين جدا للصيف. الجابادور الثاني راهو ماشي جاي لي كاتو سروالو سعرو 250 ومعاه الحزام تاعو. وشني هذا جاي البنو تاع لي طاي صغار يحبس في اكس ال ولا ما فيش البطبطات. الروبيت عدنا في القطيفة وعدنا في الكريب عدنا في الساتان كل وحدة واش تحب. العيد راهم كاين اللي راهم يديو في القطيفه وكاين اللي راهم يديو في الكتان ما على باليش. حنا حاليا ولا غير رانا في حيره نخيطوا الكتان ولا نخيطوا القطيفه، نتوما كتبوا لي ارائكم في التعليقات. هادو ماشيين وهادو ماشيين كي ندنقوا يعني للسوق في زوج راهم يمشيو. هادو سعرهم 290 كاين ستي القفطان هذا الثاني سعره غير 290. الاسعار راهي في متناوع الجميع في محل يعني بشهاده الزبونات. مانيش نخدم في كميات كبار بزاف صراحه الورشه ماهيش سمك مريضه وكل شيء بالتليفون والكتان وتعبه يعني راني نحاول نلبي واش نقدر وخلاص. كمية اللي نقدر نحطها راني نحط فيها. كيما الموديل هذا الثاني 290 روعه ما شاء الله يعني. هذا الجابادور بكل الوانه متوفر ورانا نحاولوا كل اسبوع نحطوا كميات كل اسبوع نخيطوا ونحطوا بشوي 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 انواع العيد. كاين موديلات خلاصوا كاين موديلات ما قدرتش نحطهم هنا ما حطيناهمش في لي باج مباشره في المحل خلاصوا. والمحل راهو يفتح يوميا من 9 تاع الصباح للربعة تاع العشوه. بالنسبة لأكاديميتي اللي هي أصلا قريبة من المحل عدنا دورة تاع سينية العيد راح تكون 8 أفريل بالسبت إن شاء الله من 9 لـ 9 فيها 4 أنواع والمقروط المقلة بونيس ب200 ألف مع الباتنية سلمى كاطو اللي هي من مروينة. درت لكم حلويات بنين بزاف بنة وشكل يعني. 8 أفريل اللي يحب يسجل يتواصل مع الأكاديمية الأماكن محدودة السعر قلت لكم 200 ألف 4 أنواع زائد المقروط. هذو هما الأنواع اللي في الصور. أكاديمية ثانية راهي مفتوحة من 9 حتى العشوة. تقدروا ترسلونا في لاباج تاع الفيسبوك تاع الانستغرام في أرقام الهواتف في الفيكس كل
وبالنسبة للبرنامج الأسبوع هذا واش عندنا كدورات؟ عندنا نهار الخميس إن شاء الله دورات أم محمد زوج، واحدة صباح من 10 وروح تاع العجينة المورقة، يتعلموا العجينة المورقة على أصولها ويديروا منها زوج مملحات باش يشوفوها كيفاش تطلع كيفاش الجسم باش يشوفوا النتيجة قدام عينيهم. والعشوة على الوحدة كاين شبح الصفراء تاع العجينة المورقة السعر ب 120 ألف، وتاع شبح الصفراء تبدا على الوحدة عند أم محمد ب 70 ألف فقط. شبح الصفراء باللوز ب 70 ألف راكم تلقاوها غير عند أم محمد تتعلم لكم منو من راهم يعلموا فيها على أصولها ب 300 400. المهم اللي حابة تسجل ثاني تتواصل مع الأكاديمية، راح نخلي لكم رقم الهاتف هنا الفيكس، ولا تبعث لنا في لاباج تاع الفيسبوك تاع الانستغرام يفهموكم لي زاد من كلشي. باقي التفاصيل لأي معلومات سواء المحل سواء الأكاديمية اديوها من لاباج تاع الفيسبوك تاع الانستغرام، لأنه أنا ما عنديش الوقت باش تحط لكم في اليوتيوب بزاف، سمحوا لي بزاف بزاف بزاف. وبالنسبة لرقم دعم أصحاب الحرف البوكس هذا كان وصلني من عند كويزين أم البيت، شوفوا هذه لاباج تاعها تاع الفيسبوك ولاباج تاعها تاع الانستغرام، شوفوا والله يبارك خدمتها إبداع، تخدم معجون الورد، معجون كما نقولوا بكل أنواع الفواكه الموسمية. هنا بعثتي بوكس فيه شوي 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 من المعجون اللي تخدمهم، بصح واش نقول لكم الروائح روعه، معجون الورد معجون البيستاش، وبعثت لي كيما نقولوا شوف كيفاش مخدمتهم كيفاش منظمه كيفاش نظافه، البيستاش وحده الورد وحده السيرو حاطتهم في بلارات تاع الزجاج، اسمها خدمه بروفيسيونيل بزاف. هنا الناس اللي مهتمين بكل انواع المعجون تلقاهم عندها، معجون تشيونه معجون الفراوله، المهم كامل خدمتهم بمواد طبيعيه 100%، ماهيش زايده فيهم مواد حافظه، حاجه مليحه بزاف بزاف، حاجه نظيفه وتاع دار. الناس اصلا اللي مريضه ولا ما ياكلوش الكونفيتير ولا الحوايج المعلبه تقدروا تكومونديو من عندها الحوايج هذو، لانه نظاف وما فيهمش مواد حافظه 100%. عندها بزاف انواع تاع معجون، اللي مهتمات بالتفاصيل يدخلوا لي باج تاعها يطلعوا عليها، تخدم بزاف حوايج ماشي غير المعجونه. صرا هذا البوكس اللي كان وصلني انا. بالنسبه اصحاب ولا لي بوكس اللي بعثوا لي سابقا ولا راهم يبعثوا المحل بشوي، اني كل ما نقدر نحط وحده، لانه كل ما نقدر اني نحط بوكس، يعني كل ما نطلب روتين نحط بوكس، منين نقدر اني نحط بوكس. هذا مكان سما ما تزعفوش مني، ما تقولوش طولت علينا، هذا هو مقدوري، هذا هو جهدي، الشيء اللي نقدر فيه اني ندير فيه، ما بخلت فيكم حتى وحده يعني. وما تنساوش بلي راني في الفيس ووالده من جديد وفي ظروف صعبه وتعبوا بيبي وتربياكم على بالكم وسهر ليالي ورضاعه ومحل واكاديميه، سماني تحت ضغط كبير، سما دعواتكم ليا ربي ان شاء الله يقدرني.